انا واحد انسان مقود عليا بالتعرابيت، ما لقيتش اللي غادي يشد بيديا وغادي يعالجني. نقول عنخرج للزنقه غنمشي حدا البلديه وغنشري واحد بيدو ديال ليسانس وغنحرق راسي. مشيت باش نخدم في قهوه، قال لي تتنعسي معايا عاد تخدمي في القهوه. انا ما لاقيه خدمه في هذا بلق صيري. انا انسانه مريضه وعيانه في دماغي، لا ما لقيتوليش شي حل راه عندي شي كارثه، حيت انا ما لقيتش اللي عيداوي. نوعي عباد الله، واش اللي ما لاقي فلوس ما يداواش؟ اللي ما عنده فلوس ما يداواش؟ اقل حاجه هي الصحه. انا كنناشد وزاره الصحه باش دير لي الحل. انا انسانه مريضه في عقلي، مريضه، ما كنعش، انا ما كنشوفش الناس، ما عندي دواء اللي غيكالميني، ما عندي حتى حاجه اللي غادي تخليني انا نورمال. كما قلت لكم انا كبرت مع عادي في عائله، كانوا عندي ثلاثه الخوت كبر مني وانا هي الصغيره في خوتي. الوالده ديالي كانت كتستغني بواحد الطريقه خايبه بزاف، كنت دائما كنخدم عليها، ما خليت فين خدمت عليها، طلعت لطنجه ما خليت فين خدمت، سربيت في القهاوي، جففت في الطواليطات، ما خليت اش من بلاصه خدمت عليها. الخلصه كيف كنشدها كنصيفطها لها، ما خليت فين خدمت عليها. نهار مرضت يعني كان عندي مشكل انا ديال الصرع، وعندي مشكل، عندي مشكل نفسي انا، يعني واخا هكاك ما عمري ما مشيت للطبيب، ما عمري ما دوزت يعني غير هكاك. بعد المره ملي كيزاد عليا الحال كنمشي غير للطبيب المخزن، يعني كنبقى واقفه تما كاينه بحال شي كلبه ما كيديوهاش فيا نهائيا نهائيا. كما قلت لك عائلتي انا خدمت عليهم حياتي كامله، حياتي كامله وانا خدامه عليهم، وفي الاخر من مرت لحوني الزنقه. انا مويره عايشه معايا في بلق صيري، هي ساكنه في المسيره وانا ساكنه في جهه اخرى، وما كتعقلش عليا. كاس ديال الماء والخر ما عمرها ما قالت لي بنتي واش انتي مريضه، وعارفاني مريضه، وما عمرها ما سقصات عليا ولا قالت لي بنتي لا انتي الصغيره في خوتك. شاده عندها الدراري اللي هما ثلاثه العزيره، ومرامية البنت للزنقه، البنت اللي خصها تكون في الدار، البنت اللي خصها تحن عليها رماتها الزنقه. غير الناس اللي دايره فيا الخير عاطيني بيت في السطح. كاع ما تسولوني على العائله ديالي، انا ما عنديش عائله، عائلتي استغلتني بكل المقاييس ولاحتني للزنقه، لاحتني للزنقه، ما عقلاتش عليا. امي اللي ولدتني لاحتني للزنقه، ما عقلاتش عليا نهائيا، وعارفاني مريضه، عارفاني باللي انا مريضه بالصرع وعندي عقد نفسانيه ماشي نورمال، انا ماشي نورمال نهائيا. خلي داك الجمل بارك، حيت خوتي ما بقاو خوت في هذا الوقت. خوتي ولاو كيقلبوا على عيالاتهم، كيقلبوا على الفلوس. كوثر مي كانت كتشتت بالفلوس، وكانت كتجيب الفلوس صحيحه من طنجه، وكانت خدامه في الكابلاش في قنيطره، كنت كنصيفط لهم الفلوس، كانت عزيزه كوثر. اما دابا كوثر من المرضات ومي شدات الركنه رماوها للزنقه. دابا في نظرك انت هذه عائله؟ واش هادي عائله؟ انا عندي لهم اعتبار؟ ما عندي لهمش نهائيا اعتبار. كما هما لوحوني الزنقه انا ما عندي لهمش اعتبار. انا الحاجه الوحيده والامال اللي باقي عندي هو الشعب المغربي، ولا كاين شي جمعيات اللي عيداوني، صافي هادشي اللي كاين. انا بغيت ندير واحد الصرخه للعالم، باللي كنقول لكم باللي انا ساكنه في واحد المدينه ما فيها لا طبه لا حتى حاجه. الا مرضتي بقيتي تما، بقيتي تما نهائيا، ما يقلبوش عليك. هاد المدينه فيها غير الشفاره، وفيها لا كاين شي نحاس الكابا صافي روبين، وكاين على الشفاره ما هذاك الطبيب. وتخيل طبيب المخزن، طبيب المخزن بيطادين ما كايناش لجرحتي. بغيت نعبر الطونسيون ما لقيتش باش نعبر الطونسيون، وكينه ديال الراس ما يعطيوهالكش، سير تموت، سير تلاح. علاش نتوما باينين كاع هذاك الطبيب مخزن؟ خليوه ديروا عقيطون وصافي. ما عرفتش انا علاش باينينو اصلا، علاش هادي، علاش كتسمى مدينه مشرع بلق صيري؟ علاش كتسمى مدينه؟ حيت
المدينة كتميز بالأمن، كين الأمن في بالقصيري ما عنكذبوش، ولكن من ناحية الطب من ناحية شي جمعيات مشي تشكي عليهم يلقاو لك شي حل ما كيناش نهائيا في بالقصيري. بالقصيري كينا عن نميمة، كينا على الشفرة، كينا على الشفارة، كينا على الكدابة، كينا على الشلهبية في المدينة هذه. مستقبل دمار في المدينة. انا راه غدا وكنضمر، انا اللي ما لقاوليش شي حل بالتعرابيت راه عندي اكثر من هذا الشيء هذا. انا اللي ما لقا ما داوونيش ولا ما داروليش معايا شي حل فرعه في عقلي، انا عقلي ما بقيتش كنعس، انا سيمانه ما نعس. شوفوا حالتي كيفاش دايره، ما كنعش نهائيا، ما كنعش. انا وليت مريضه في عقلي، وليت كنفكر في شي افكار، كنقول غنخرج للزنقه غنمشي حدا البلديه وغنشري واحد بيدو ديال ليسانس وغنحرق راسي من الاخر، حيت انا ما لقيتش اللي عيداوين. وعباد الله واش اللي ما لاقي فلوس، اللي ما لاقي فلوس ما يداواش، اللي ما عندوش فلوس ما يداواش. اقل حاجه هي الصحه. انا كنناشد وزاره الصحه باش دير لي الحل. انا انسانه مريضه في عقلي، مريضه ما كنعش، انا ما كنشوفش النعاس، ما عندي دواء اللي غيكالميني، ما عندي حتى حاجه اللي غادي تخليني انا نورمال. شوف اخويا، انا اصلا فهاد بالقصير كاين على الاستغلاليين، كاين على الاستغلاليين. مشيت نقلب على خدمه بحالي بحال الناس، قال لك تديري معايا ديري معايا، وفين هي اصلا الخدمه فهاد بالقصير؟ ما كاينه حتى خدمه. علي دار شي جوج دراهم كيدير قهوه، مشيت باش نخدم في قهوه قال لي تتنعسي معايا عاد تخدمي في القهوه. انا ما لاقيه خدمه فهاد بالقصيري، انا انسانه مريضه وعيانه في دماغي، لا ما لقيتوليش شي حل راه عندي شي كارثه. صح، انا واحد انسانه مقوده عليا بالتعرابيت، ما لقيتش اللي غادي يشد بيديا وغادي يعالجني. في المغرب لا ما كانوش عندك الفلوس، لا ما كانوش عندك فلوس راه كاع ما تمرض، كاع ما تمرض نهائيا. انا واحد انسانه نقدر نكون مريضه، نقدر نكون ماشي نورمال، ولكن راه هاد البلاصه اللي انا ساكنه فيها راه هي معاوناني باش انا ندير هاد الشيء. راه ما كاينه لا جمعيات عيشدوا بيدي، لا طبيب عيشد بيدي عيمشي يعالجني. انا ما عندي حتى حاجه، ما عندي والدين، ما عندي خوت، ما عندي عائله، انا بوحدي. انا ملي كنطيح بالكريز حتى واحد ما كي دق عليا يقول لي فلانه واش نجيب لك كاس ديال الماء، شي كاس ديال الماء. كنبقى طايحه في بلاصتي حتى كنوض، كنطيح بنوبات الصرع حتى كنوض على خاطري. ولكن انا اللي كنظن انني ما عرفتش انا شنو باغا نوصل، ولكن الافكار ديالي حاليا سوداويا حيت انا ما لقيتش اللي عايشت بيديا. ودرت واحد لاشين يوتيوب، وصراحة حتى واحد ما دخل عندي. انا بنت الشعب فقيره مثل الفقر، انا ماشي الفقر وصافي، انا جيت حدا الفقر وجلست، انا جيت تحت الفقر وجلست. حيت انا تخيلوا انسانه مريضه جميع الامراض فيها، يعني النفسانيا انا مريضه نفسانيا، يعني باش نمشي نتعالج، باش نمشي للطبيب نفساني باش يعالجني، ما عنديش فلوس باش نتعالج. ومن هذا المنبر كنناشد جميع الجمعيات، كنبغي نقول لكم باللي انا ساكنه في واحد الحفره كحله، واحد مشرع باللقصيري ما فيه طبيب المخزن، ما فيه حتى بيطادين هي الاخره ما كايناش. مشيت قلت له عبر لي غير الطونسيون، شوف حياتي كيفاش دايره. قال لي ما عنديش، قال لي سيري للفرماسيان عبري الطونسيون. تخيلي الطبيب على قدو ما عندوش باش يعبر لك الطونسيون، فين هو اللوجيك؟ ما كاينش اللوجيك نهائيا في هاد البلاد. كنبغي نقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالي اللي هي كوثر كراميلا. كوثر كراميلا كدير محتوى زوين، وحتى الا ما عجبكمش المحتوى ديالي غادي نبدلو. انا بغيت الشعب المغربي يتضامن معايا، حيت انا ما عندي حتى واحد. انا شي ناس كيقولوا باللي هذه واش ما عندها والدين، انا فريمون ما عندي والدين، انا ما عندي خوت، ما عندي عائله، انا بوحدي في هذه الدنيا. انا لا طحت كما قلت لكم، انا لا طحت حتى واحد ما كيدق عليا، حتى واحد ما كيجي يقول لي فلانه واش انت مريضه، واش انت شنو خصك. ما خرجت من دارنا، ما وليت رجعت ليها، حيت لحقاش مي كتكون عايش مع واحد العائله استغلاليه بكل المقاييس، يعني ام استغلاليه، خوت استغلاليين، يعني ما كتشوفش مره باللي انت عندك عائله.
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.